لك هلا هلا بالعيال، شلونكم؟ شلون الصحة؟ أحوالكم؟ أموركم؟ حياتكم؟ دنيتكم؟ أنا وسهلا بيكم حلقة جديدة بقناة يوميات واحد جيمري. طبعا آسف كلش 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 على التأخير وحقكم علي، بس تعرفون وضع العراق جديد صار بيها. عموما اليوم راح نكمل لعبة تومب رايدر، شادو اوف ذا تومب رايدر. هواي بالتعليقات تكتبوا لي انت ليش كل ساعه تطفر على لعبه يا اخي، والله من الحماس هيك اريد العبهم كلهن، والله العظيم هيك متحمس، شو اسوي؟ ما اعرف شو اسوي. المهم اللي ما شاف الحلقه الاولى والثانيه والثالثه يطب يشوفها، يلقاها بقناتي. فعموما ما اريد اطول عليكم، خلينا نبلش باللعبه ومشاهده ممتعه. عموما شباب، وصلنا لحد ما بطلة اللعبة لارا قامت تتذكر روحها من كانت صغيرة وكانت تسوي. فخلونا نشوف اللعبة شنو اللي راح يصير ويانا بعد ما بدت تتذكر. وها يخفق بقوة وتخطو بطلتنا العتبة نحو المجهول. هذه أوكي. أغراض أمي. طبعا ها هي نفس البطلة من كانت صغيرة. الدرب يغلفه الظلام وتحرسه الخفافيش، هكذا قال الفارس الأحمر. هذا أبوهم، هذه يحكي له قصة. الملكة البيضاء منحته ابتسامة فضولية وقالت: خفافيش؟ أنا لا أخاف من الخفافيش، أنا لا أخاف من أي شيء. طبعا هي هسه بالبيت مال ابوها. اخبريني عن هذا. انا وانت نمتطي تي ريكس في مصر. اين والدك؟ في العمل. متحمس اشوف شنو راح يصير. لأنك دائما في مقبرة ما في الجانب الآخر من العالم. هاي أمها وأبوها دائما يتعاركون. أن ترضى بما لديك. أوه يا إلهي، لا يتعتم عليك تعامل مع الأمر. أبي، رجاء بحق الرب يجب أن تتفهمي، هذا على الأغلب أهم. شنو سالفة هذا السوار؟ ماذا أعرف؟ حسنا حسنا، ماذا علي أنا؟ أبي أبي. أوه بس لا تقتلوا أبوها. شنو اللي صار؟ يلا طلعونا. أبي استيقظ. قلت له يا أبي هيا أرجوك استيقظ. الله يرحمك أبو لارا، الله يرحمك، كنت خوش أبي. رجال رجاء لا ترحل عني أبي. مهم هي كل هاي ذكرياتها من هي وصغيرة وإحنا هاي تايهين بالغابة. اوكي هذا اللي ورانا اسمه جونا، تعرفوه، لا يحل ولا يربط، 24 ساعه خاتل. عموما عموما بلشنا اللعبه. اعتقد نروح لي قدام نجمع هذني في دنا مال اكل، يعني دم، نجمع هاي الشغلات كلها نحتاجها باللعبه. الطريق من هنا. يلا ايدك وياي، ايدك وياي خوي، ارفع. غير تخلي البنية تنزل قبلك. ام وليديز فيرست يا الغبي. اوكي تمام. والله يا شباب هذا اللبس هيبة هيبة، هيك مطيه هيبة. اوكي وين نروح؟ نجمع هاي الشغلات اللي ما اعرف شنيه، اللي يمكن مالها داعي اصلا. انا
نجمع هاي نص حتى نصنع بيها سهم خشب، نصنع اسهمه حلو، ناقصنا بس ريش حتى بعد نصنع. حاليا عندنا 10 سهم فقط. طيور 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 طيور، حلو حلو حلو. من هنا نعبر. اوكي شنو هاي الشغلات؟ شنو هذا ترمز؟ هذا مال مي؟ شنو؟ اوه شنو هنا؟ تعال. اوكي ما اعرف شكو هنا. هناك طريق، هيا فلنتفقده. اوكي كبرك شعرضك تزحلق بالطين ترى ما ترهم. اوكي الله هذول هذول الترينيتي شباب. اتبعني. يلا اتفقتك التلتين. انا متكت لازم الطينة تروحها، خرب يومها، خرب خيستك ايش قد خايسه. لازم الطين نروحها يا عيال. تجهيزات اليس كذلك؟ لست انا من قاد الشحنات على جسر المتهالك. اوه انتظر، امسكت بهم. انتظر انهم اصدقاء، لكن علينا ان نتخطى احدكم من هذا المكان. ساذهب انا. ابلع 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 ابلع. اريد تطويق هذه المنطقة باكملها. نعم سيدي، اذا كان هناك شيء هنا فسوف نجده. متى خضع هذا الشيء للصيانة يا حرمك؟ طيب شنو كتلوه هذا؟ لا تشتت انتباهك يا مينديز. الله الله الله، ليش ليش ليش؟ كشي ما سويت، كشي ما سويت والله. ها ليش كتلوني؟ كل شيء ما سويت والله العظيم. خطط أحدكم من هذا المكان. ابلع. أريد تطويق هذه المنطقة بأكملها. نعم. هسه ذاك يكتل صاحبي باعو، يروح لصاحبي. الأسى. شوف هذا الفوق اللي هو هذا، أخاف من هذا بالبي كي سي صاعد فوق. شوف جون إيش راح يسوي. وكل شيء. ألم يجدوا تلك القطعة الأثرية طبعا؟ شو سوي يا عيال؟ هسه خاف أطلع ويقتلني مرة ثانية. وخاف أبقى هنا ما أدري شو أسوي. بل سأكون ميتاً على الأرجح. لا شكراً، سأبقى هنا وأبحث عن عداء. القليل من الكلام والمزيد من البحث يا رجال. كي 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 عرفت منه أنا يمكن. اي كفو. حلو 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 حلو. ما ايش راح نسوي السهمة؟ مكان هادئ، ما الذي يفعله فريقه؟ سأتحقق. نحن لا ندفع لهم للتمتع بالمناظر الطبيعية. علينا أن نختبئ هنا. أجل. نعرف مكان المعبد الرئيسي، نبحث عن أي أكوان أصغر. والله يا شباب اللعبة حماس. حسنا. شو نسوي هسه؟ ويلي كذول هواي والله. إنها محشورة بشكل سيء. أخشى أننا إذا حركناها سنخسرها. سيتوجب علينا تدعيم الجسر. يا بابا راح يلقفني والله العظيم. أكد من أننا اختبرنا الجسر أولا. نغرب عن وجهه، لا نتكتم على خطأ. ربما يمكننا سحبها وإخراجها بالمدرعة. حسنا ربما، دعني أفكر في الأمر. يمكن أن نقضي عليهم. حسنا. إيه حلو 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 حلو. هذا نختبر. نايم سامي. هل أخبرته من يختبر الجسر أولا؟ أيها ال نايم نايم. شو سوى شو سوى راح يجيني هذا؟ اي حلو شو يابا شنو هاي زين؟ ليش شلون حاربهم وجها لوجه؟ وين راح وين راح اقموس؟ شو اسوي اقموس من هنا؟ لا شنو هاي شنو هاي؟ شو اسوي لعد؟ يسوي والله العظيم ما اعرف. اوكي هذا اللي كنت له هنا. سامي شو هذا؟ عادي هيك دا يمشي، عادي دا يمشي بطبيعي يعني شباب. اوكي يا به حلو
حلو. بطلة بطلة بطلة. كفو 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 من لارا كرافت. لا 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 تفعلي. لك لا مو وقتك. هلوك بطل جونا بطل. شبيك شبيك شنو شبيك؟ أجل خذي هذا. يلا يلا قوم. أتمنى أن يكون آخره. صار عندنا سلاح شباب. أجل صار عندنا سلاح. كيف عرفوا بشأني هذا الملك؟ شنو هذا شنو هذا النفق هذا شنو هذا كيف هذا يا عيال؟ شنو هالكيف هذا؟ ذراعي تحكني بشدة. هذا يعني أنها تتعافى. كانت تعجبني أكثر حين كانت تصاب. الله هالشلال شقد حلو هذا بقى شباب. بقى أحاول ألا أفكر في بعده. ما أريد أروح من هنا. هذا المنظر حلو شباب والله العظيم. اوكي اوكي نجي هنا. حاجز قابل للاشتعال. شلون 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 احرقه؟ هسه سوينا سام بينار. شو شلون طلع؟ حلو 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 والله عرفت بطلاني. اوكي كفو. هيا بنا لنذهب. هل تعلمين ما معنى التوأم في الأرض؟ قد يكون اي شيء، قطعتين اثريتين او جبلين او جدولين. اظن اننا سنعرفهما حين شو احنا لازم نلم هاي الشغلات لان كلنا نحتاجها. بس عرفت شلون اسوي سهم ناري. ارى اناسا بالاسفل. والله وصلنا للمدينة يمكن. اوكي هلا بالعيال. هلا مرحبا. أتدرين لو ثمة مكان قريب للمبيت فيه؟ كيف وصلتم لأعماق الغابة؟ هل فقدتم مجموعتكم السياحية أو ما شابه؟ لا، جاء بضعة رجال منذ وقت كانوا يبحثون عن أطلال. هل أنتم معهم؟ ترينيتي قطعا لا. شو صرنا نظيفين؟ استونا كنا مطينين شباب ليش؟ احتاجوا للراحة بأي حال. تعالوا معي. والله صدق اريد ارتاح لان هواية تعبنا صارنا اسبوع احنا لو توقع بين الطيارة لو نطين. لكن الاستراحة الوحيدة في البلدة هي ملكي. الحرص الشديد لا يضر. بالمناسبة انا جونا. ابي لارا تفضل اجلسا. كارلوس ثلاثة. ثلاثة شنو يعني؟ والعياذ بالله خمور يعني؟ إذن لماذا أنتما هنا بالضبط؟ كنا نتتبع وحجية ما حين سقطت طائرتنا. أتعني أنها سقطت؟ أجل ونجيتما من الحادث ببساطة. حسنا. كانت منخفضة. لو هو دي يعطيس ولا ما دي يسوي. نبحث عن بقايا أثرية من حضارة المايا. مايا؟ تدركاني أنكما في بيرو؟ نعم قصة طويلة. والعياذ بالله عرفت بيرة. حسنا أنت لا تشبه علماء الأثار في شيء. أوه هي عالمة الأثار أنا مجرد طاهن. حقا. أجل هل جربت أطباق السيفيتشي المحلية؟ إنه صنف خاص. فقط إذا كان ينمو في الغابة. لا تقل فاتك طبق شجرة السمك الشهير. وين قاعدون راحة سواكتها يعني قاعد تحششون؟ والله ما أدري. وعشوة تباع لهم. قرفانة. من أين أتيت بهذا؟ المكسيك. لماذا؟ أوه رأيت هذا الرمز من قبل. أين؟ توجد أطلال قريبة وصخرة صغيرة محفور عليها رمز كهذا. هل يمكنني إلقاء نظرة بالجوار؟ تفضلي لكنني أضمن أنها لا تنتمي للمايا. قومي من الإنكا وأنا أفخر بهم. لما لا ترتاح قليلا؟ متأكدة؟ وعدتك بيوم إجازة. أنت تريد ترتاح أدري بك. وأنت وجودك مثل عدم وجودك يعني. طبعا ما تقول لا. أنت أيضا. نسق وياها. لا قلت لك كلش.
تريدين إبرام صفقة؟ ها صفقة شنو؟ مرحبا، هل أنت هنا مع فريق الحفر؟ لا، أنا أمر من هنا. حسنا، إن احتجت لأي شيء فالسوق في وسط البلدة، يمكنك التزود قبل إكمال طريقك. وين السوق؟ شكرا. أي يمكن نقدر نسوق منه. وين السوق؟ وين؟ هذا شو هذول جديد؟ خنزير دي ياكلون يا عيال، خنزير. ايه شنو هذول؟ خنزير مدري سنجاب شنو هذا؟ تذكر يا خبير لا تترك اللحم على النار اكثر. نتوكل بالله ونشوف شكو جواب هذا المعبد. الله 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 الله. شنو هالمكان هذا؟ شنو هذا؟ انت ما قلت ما راح اجي. يبدو اكبر كثيرا من الخارج، ماذا ستفعلين؟ جونا انظر، ايشال وشاكشال شنو يعني؟ يجتمع الضوء معا. ايشال وشاكشال الو منو؟ من يدق الباب؟ من يدق الباب؟ لا ماذا؟ حذرتنا أبي من كسر أي شيء. إني لا أكسر، بل أعيد الأشياء لحالتها الأصلية. كان يحاول أحدهم إخفاء. يجتمع التوأم معا قبل اتباع طريق الأحياء. لقد تم العبث به، مثل ذلك الشيء في المكسيك. إنه يقود إلى معبد الحياة. اذهبي. كلها ألغاز، كلها ألغاز اللعبة شباب، كلها ألغاز. هذا جيد. أوكي. أنت ما تقدر تطب من الناس سمنك، خليني أنا أطب وحدي، خليك أنا قاعد. الشباب راح يطلع لنا احتمال مومياء منا. ما اريد اطب هنا شباب، اريد اطلع. التوأم الحياة. جونا عثرت على المعبد. اوكي عظيم. اللعنة. نبحث تحت الماء، يريدنا ان نبحث في كل مكان. اوكي عرفت عرفت، لازم لازم على كيفنا. واحد واحد نكت له شباب بالسر. اوكي 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 اوكي، هسه افتهمت. مجموعة من الطائرات بلا طيار تحت الماء. وقف 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 وقف. أتمنى لو عرفنا ما يحدث. أنا شنو هالدوخة؟ حلو حلو، هسه أني فول فول. هيك لازم اقتلكم يا عيال. اوكي بعد ما كحد هنا أنا. تمام خلصوا 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 خلصوا. هيك شو علسوا من البدايه يا حبايب قلبي؟ خلنا نلم هذني. اوكي اوكي اوكي. لارا هل انت بخير؟ اجل توجد قاعده لترينيتي هنا. جونا انا، ماذا حدث هنا؟ اخبرتك ان لا تكسر اي شيء. شنو هاي بدك تحكي؟ فاهي يمكنني الشرح، ساعود للاتصال بك لاحقا يا لارا. لا تفعلي شيئا مجنونا. ليش ايش قاعد تمشي على كيف؟ اوكي لأن القائد وورد أمر بتأمين المنطقة، لا أحد يدخل أو يخرج. أعلم ذلك أيها المتحاذة، لكن هل تعرف لماذا؟ هذه معلومات تفوق صلاحياتي. عندما يصل فريق الاستطلاع ربما سيمكنهم إخبارنا بأي شيء. أضغط هنا حتى أطين روحي بالطين. أوكي 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 أوكي، اللعبة بدأت تصعب يا عيال.
تمام. هذا واحد يطلع. هل انتهيتم من إغلاق المكان؟ كي. تم تغطية جميع نقاط الوصول وأغلب الحواجز اكتملت. كيدنا ليست جيدة بما فيه الكفاية. أمنوا المنطقة الآن وتأكدوا من أنها مغلقة بإحكام. كي. اوكي. الله العظيم اللعبة شباب دمار. كثير من المنشآت هنا مجال الرؤية السيء. هذول دول اثنين دول. انا يفترض ان نرسل من يقتل. جيتش بقبل على السريع بدون لا احم ولا دستور. حسنا المحيط مغلق. كل ما علينا فعله هو انتظار فريق. شنو اكو ناس؟ انا ترى الامر غريبا. كانت هناك مشكلة تحت الارض. لكننا ننسحب بسبب تهديد فوق الأرض. يبدو هذا روتينيا. إن حدث شيء سيء فنفترض أن كل شيء وارد والمعبد مؤمن. لكفوني ابلع ابلع خرا. خل اللقط اللقط شو اسمه اللم من هذين الشغلات البلقاع. جونا القائد روركونا في بيرو طلب من ترينيتي إغلاق موقع حفر تحت بئر القديم. هل ستتحققين من الأمر؟ سأرى ماذا وجدوا. كان رورك في كوزيمال عندما أخذ دومينغز الخنجر. لابد أنهم اكتشفوا الخطوة التالية نحو المدينة المخفية. كيف نفتح هاي الباب؟ كفو. شنو وين هاني؟ هذا قوز من هنا اعتقد. حلو. حلو على الكيفش على الكيفش. عشان ننزل جوا. وقعت مجزرة هنا. شنو هذا يا عيال؟ بس تاكو زومبي. شنو ذول ايش صاير بيهم؟ حروقين مدري شنو. اوكي ايش خريطة هاي؟ حلو خريطة. حلو اوكي. ايش فارة هاي؟ الله شنو هذا الواقع هنا؟ شنو هذا الكهف؟ والله خشاك يطلع لي موميان نوب. الله 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 صاير هنا. الله 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 الله. جونا نجحت في دخول المعبد. أظننا وجدنا شيئا هنا أيضا. بعض الأرقام سوف أضيفها. أوكي. الأرقام الموجودة على الأعمدة تبدو كالنصف الأول من شنو حيه شنو أنا ما أدري أنا والله العظيم ما أدري. شو قد تطلع لي مفاجآت يا عيال؟ والله كل شيء ما أدري. شنو هالحيه؟ أوكي هنا لازم نتوخى الحذر. هنا الحياية. الأرقام إيشال على اليسار. لغز. اوكي خل نحاول مرة ثانية. ما اعرف ايش راح يصير. ما اعرف شنو هاي اللغز. الله 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 الله. شوف شو مفتح. حلو 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 حلو. ايه باع للغاز. باع يلا باع للغاز يلا. هاي شلون تحلوها؟ هذا ماكو يوميات واحد جيمري. هوب ما اعرف شنو هذا. واحد اثنين ثلاثة وما اعرف شنو هاي. شنو نسوي؟
اوكي اوكي، يعني احتمالية هاي اللغز هيك وهيك 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 وما ادري شنو. اوكي 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 تمام تمام تمام. هيتشو هيتشي وهيتشي. علي فتح الابواب لاجد المزيد من الرموز. اوكي اوكي هاي شلون هيتشي؟ عرفت، تسوي مثل ذيك. ثلاث نقاط ثلاث نقاط بعد ثلاث نقاط ثلاث نقاط. يلا كفو كفو بعد. مو هاي مو هاي مو هاي هاي هيك هيك. هاي واحدة وهاي شنو؟ اعتقد هم هيجي. اوكي اوكي حلو حلو سويته بالكعبة الشريفة. لك شنو اني اني شنو بس اريد اعرف غير اني ما احكي. اوكي اوكي شنو هذا الاخ؟ باب اخر. ايش معنى ايش معنى بابين يعني؟ الله ركز. شنو شنو؟ بعدك واحد جوا. اوكي 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 تمام. وهاي شنو؟ ليش هيجي؟ علي مواصلة مطابقة الرموز على الأعمدة بتلك التي على الجدران. علي مواصلة مطابقة الرموز على الأعمدة بتلك التي على الجدران. علي مواصلة مطابقة الرموز على الأعمدة بتلك التي على الجدران. تمام 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 تمام. شو سويت للرموز؟ اوكي يمكن هسه صارت. هل هناك اي تطور؟ اوكي 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 هنا تاريخ ورسم لدي لك. شنو اذا طولت شباب؟ طولت والكعبة الشريفة ما ايش قصارت خمسة؟ شلون لغوة؟ في التقويم الإحصائي الطويل للمايا أوكي. جميع التواريخ مكونة من خمس أرقام. أوكي أوكي ساني ما أعرف شو يريد مني هذا بالضبط. صار لي كل شوية ما أعرف ما أعرف هاي كم باب. شو اللغوة؟ أخذت صورة لتاريخ في المكسيك، علي تفحصها. اوكي اوكي شو اسوي هسه؟ هذه الصورة من كوزومان، ربما يوجد هناك دليل. كنت نجرب هسه؟ خلينا نجرب بركة الله. لا والله ما صارت ما صارت ما صارت ما صارت ما صارت ما صارت. أخذت صورة. في التقويم الإحصائي الطويل للمايا جميع التواريخ مكونة من خمس أرقام، تم إتلاف هذا الرقم ليبدو كرقم 13
وتاريخ في المكسيك، علي تفحصها. هذه الصورة من كوزيمان، ربما يوجد هناك دليل. حسناً يا جونا، ما هو الرقم الأخير لشكشان؟ كاسي وفوقه نقطتان، 7 على ما أظن. شكراً. خط أفقي وفوقه نقطتين. أوكي. مو هذا. حلو. هسه أعتقد نقدر نفتحها، بس كل ماكو بعد وراها باب. يا رب شنو هاللعبة والصعوبة اللي بيها شباب، ما تنوصف. كلها الغاز. كفو. اي والله بعد ماكو. كلب العيال. جونا. مرحبا لارا. ألا. مرحبا ابي. وجدت جدارية يبدو انها تصف رحلة ما. يدخل عبر فم نمر، يتبع افعى نحو عين فضية. اها. وفي الطريق هناك عنكبوت ونسر يرتفع صوب معبد. حسناً، لا أعرف شيئاً عن معظم هذا، لكن فم النمر يوجد بالخلف هناك. حقاً؟ أجل، تمثال قطة، أسنان كبيرة. أوه، هاك، لقد عاد. لارا، هل أنت بخير؟ أجل، أنا في طريق العودة. منا الطريق؟ أوكي. اوكي. هذا مشوق. شو حيصير؟ اوه شنو هاي؟ شنو الذهب هذا؟ مبين ذهب. مخلب النسر. اثناء وجودك على احد الفروع استخدم سهم حبال لقتل احد الاعداء وشنقه. شنو نسوي من كمنا نطلع؟ ها شنو نقمز؟ هل نقمز؟ اوكي قمزنا. شنو هذا؟ شكو سماك البيرانا مفترسة تحت الماء، يمكن نفاذ بالاختباء بين النباتات. اطفر. كفو. اهدئ. كذني الاسماك الخرى. اختبئ جوا. حلو. يلا جوا. كي. حلو. وين الدرب؟ يلا. روحي كفو. اختنق والله يتشني. شنو هالنفس زربة؟ اموت والله. الدنيا قامت تتغوش. يلا كفو. هذا الشي مال هوا. النفس يا ربي. النفس راح اختنق. كفو. تنفش على الكاوش. وين نروح؟ وين الطويهي؟ وين منا؟ منين الله. أكلني. وين أروح؟ شلون الطويهي؟ منا يمكن جوه؟
من هذا الدرج. وين الدرج؟ وين؟ اي هذا الدرج. كفو. وروحي. تقريبا راح نوصل. هذا. يلا روحي. هلو بطل اني بطل. اوكي. يا الهي لا تفعل هذا. اسف. هل نجا احد اخر؟ لا اعرف. انها المعسكر الرئيسي. اجب. وجدتم شيئا؟ اوكي اريد السماع. اوكي شنقته والله. نزلت لا استطيع. حلو. روحي. كفو. تبا لقد فقدت جهاز اللاسلكي في التصادم. شنو هذا حيوان مفترش لو انسان لو شنو اللغو هاي؟ اين الدعم الذي طلبناه؟ عموما الشباب الى هنا انتهت الحلقة. اذا عجبتكم سووا لها لايك واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بها. انتظرونا بالحلقة الخامسة وراح نختمها ان شاء الله شوية. اللعبة يا اخي طويلة وكلها الغاز مليانة. يعني انا لقطات دا قصقصها يعني اكو، لانه انا دا اطول بالحل مالتها باللغز لان بها الغاز كلش صعبة. مثل هسايم والباب ورا باب شوي كلش تعبني شباب، بس انا قصقصتها لكم وانتم ما شفتوا معاناتي حتى لا يصير الفيديو ممل. المهم اذا عجبتكم الحلقه سووا لها لايك، واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك. ان شاء الله رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.